اهلا وسهلا بحضراتكم في الجزء الاول من ماده اقتصاديات النقل البحري او الفصل الاول منها. ان شاء الله هنتناول مجموعه من الموضوعات النهارده. هنتكلم عن النقل البحري والخصائص المختلفه للنقل البحري. هنتكلم عن تاثير النقل على جانب الطلب من خلال حاجتين رئيسيتين، المنفعه المكانيه والمنفعه الزمنيه. هنتكلم عن اشكال التخصص في الانتاج مع تبادل المنتجات، ايه هي اشكال التخصص في الانتاج. هنتكلم عن مزايا الناتجة عن التخصص او المزايا اللي بتنتج عن تخصص الدولة في انتاج سلعة معينة. هنتكلم برضو عن الصفات الرئيسية للنقل البحري، ايه اهم السمات والصفات اللي بيمتاز بيها النقل البحري. وهنتكلم عن التحديات اللي واجهت الاقتصاد العالمي واثرت بالسلب على النقل البحري تحديدا في عام 2008. وبرضو هنتكلم عن مفهوم مهم جدا في اسواق النقل البحري، بيعرف بالمنافسة القاتلة في النقل او المنافسة الشرسة في النقل البحري. اولا هنبدا بتعريف النقل البحري. النقل البحري هو عباره عن اداره نقل التجاره. التجاره بنقصد بيها اما بضائع او ركاب، ده بواسطه البحر طبعا، بما اننا بنتكلم عن اقتصاديات النقل البحري، من ميناء الى ميناء معين في وقت محدد بسعر متفق عليه. ودي اهم السمات او اهم العوامل اللي بيشترط ان هي تكون موجوده في العقد اللي بيتم بين الشاحن والناقل، واللي هناخدها بالتفصيل قدام. ان لازم يكون متحدده طبعا نوع البضاعه، لازم تكون متحددة حاجة اسمها النولون، هنعرف يعني ايه النولون وايه مكوناته، زمن الرحلة لازم يتحدد، السعر المتفق عليه اللي هو النولون، كل العوامل دي هنعرفها. يبقى النقل البحري هو إدارة نقل التجارة. التجارة دي بتكون إما بضائع أو ركاب من ميناء إلى ميناء معين في وقت محدد بسعر متفق عليه. لما بنتكلم على النقل، النقل في الأساس خدمة ملهاش وجود مادي ملموس، بس في مجموعة من السمات اللي موجودة في النقل وبتخليه يمكن شراؤه مثلما تشترى البضائع، او مجموعه من السمات او مجموعه من الخصائص الرئيسيه الموجوده في النقل او النقل البحري بالعموم. اول سمه موجوده في النقل هي سمه الحركه. الحركه معناها انتقال الخدمه من مكان لاخر، وانتقال الخدمه هنا احنا بنقصد بيه حاجه من الاثنين. عندنا مفهومين رئيسيين، اما حاجه اسمها انتقال الخدمه من محطه لمحطه او from terminal to terminal، او انتقال الخدمه من الباب للباب. انتقال الخدمه من محطه لمحطه ان العلاقة بين الشاحن والناقل بتكون مجرد او بتشتمل على وسيلة نقل واحدة. ان مثلا بتعاقد مع الناقل انا كشاحن او كمالك بضاعة او الطرف المسؤول عن مالك البضاعة، بتعاقد معاه في انه ينقل لي بضاعة من محطة لمحطة، فبتكون بتشتمل على وسيلة واحدة. فمثلا من مينا اسكندرية لمينا طنجة في المغرب، الناقل بيسيب لي البضاعة على رصيف وبعد كده انا بنقل البضاعة بمعرفتي انا كشاحن. لكن النقل من الباب للباب ده نقل بيشتمل على اكتر من وسيلة نقل. الناقل او الشخص المسؤول عن نقل البضاعه بيروح للمصنع لحد الشاحن، بياخد البضاعه من المخازن بعربيات خاصه بيه، البضاعه بتروح المينا، تاخد مركب، بعد مركب ممكن تاخد خطوط سكك حديديه، تاخد اكتر من وسيله نقل لحد ما بتوصل للمقصد النهائي. فالحركه بنقصد بيها انتقال الخدمه، وانتقال الخدمه ده بياخد شكل من الاثنين، يا اما نقل من الباب للباب، يا اما نقل من محطه لمحطه. اللي بنقصده برضه في الحركه او في سمه الحركه، ان عشان خدمة النقل يطلق عليها خدمة نقل يجب الاعتماد عليها، او يجب ان يتوافر فيها عامل الاعتمادية. عامل الاعتمادية ان في العقد اللي بيتعمل بين الشاحن والناقل في مجموعة من السمات الرئيسية لازم تكون واضحة في العقد. اول حاجة لازم يكون واضح نوع البضاعة. لازم تكون واضحة نوع البضاعة المنقولة، ايه هي نوع البضاعة، وهناخد انواعها بالتفصيل بعد كده. ايه انواع البضائع الصب، ايه انواع البضائع العامة. فبيتضح في العقد اللي بيتعمل بين الشاحن والناقل او من ينوب عنهم، وهنعرف مين ينوب عنهم في المحاضرات الجايه. بيوضح نوع البضاعه، بيوضح فيه نوع السفينه، بيوضح فيه زمن الرحله، وبيوضح فيه كمان النولون، وبرضه ممكن يتحط في العقد او بتظهر في العقد برضه طريقه الشحن والتفريغ. فالعقد اللي بيتعمل بيبقى معروف النولون بتاعي، النولون ده الثمن اللي بيتقاضاه الناقل نظير القيام بخدمة النقل. الناقل هياخد كام في خدمة النقل؟ لازم ده يكون واضح. نوع البضاعة اللي هتتنقل، هل هي بضاعة صب، اذا كانت صب سائل او صب جاف، او بضاعة محواة او بضاعة عامة، هناخد انواعها بالتفصيل. نوع السفينة اللي هتنقل البضاعة، والسفن دي بتنقسم لأنواع كتيرة، هناخد أو هنتكلم بالأساس في المرحلة الجاية عن سفن البضائع الجوالة أو سفن الجوالة أو سفن البضائع الصب، وسفن الخطية أو سفن الخطوط المنتظمة. نوع السفينة بيظهر برضه.
زمن الرحله او مده الرحله ده بيتحدد بشكل كبير، وده بيظهر اكتر في سفن الخطوط المنتظمه، دي السفن اللي بتكون ملتزمه بجدول ابحار زمني ثابت، فبيتحدد فيها زمن الرحله بشكل كبير، وطريقه الشحن والتفريغ. فبقول ان خدمه النقل يجب الاعتماد عليها، لان لو غابت تفصيله من تفاصيل خدمه النقل او التفصيله من التفاصيل العقد اللي بيتعمل بين الشاحن والناقل، بقول في الحاله دي ان خدمه النقل مشكوك في تفاصيلها المتفق عليها فلا تعتبر خدمه نقل، يبقى خدمه النقل يجب ان يتوفر فيها عامل الاعتماديه. الحركه برضو بتشتمل تردد الخدمه وتكرارها، يعني ما ينفعش ان هي تكون خدمه واحده مره واحده، يعني لازم يكون فيها او عامل التردد التكراريه. يبقى دي اول سمه من السمات اللي يمكن شراء خدمه النقل مثلما تشترى البضائع فيها، يبقى سمه الحركه. دي كانت السمه الاولى من السمات اللي يمكن شراء خدمه النقل مثلما تشترى البضائع معاها، اللي هي سمه الحركه. هنبدا نتكلم عن السمه الثانيه وهي مالك المركبه او المركبه المستخدمه. المركبه المستخدمه في النقل البحري، المركبه المستخدمه دي او وسيله النقل اما بتنقل البضائع او ركاب. فلو بتنقل ركاب فبتأثر على راحة الراكب وسلامته، انت لما بتسافر بالطيارة غير لما تسافر بالسفينة غير لما تسافر بالعربية. لكن السمة او الوسيلة المستخدمة دي لو بتنقل بضائع فهي بتحدد مجموعة من العوامل. اولا بتحدد نوع البضاعة، لان مش اي بضاعة بتتشال على اي سفينة، في انواع سفن مخصصة لانواع بضاعة، كل نوع بضاعة ليه سفينة معينة هنعرفها بالتفصيل قدام. بتحدد نوع البضاعة، بتحدد زمن الرحلة، لان في انواع السفن هناخد ان السفن الخطيه اسرع بكتير من السفن الجواله وملتزمه بجدول ابحار ثابت، وبالتالي زمن الرحله بيكون اقل من السفن الجواله. بتحدد طريقه الشحن والتفريغ، لان مش كل السفن بيتم شحنها وتفريغها بطريقه واحده، في سفن بيتم شحنها وتفريغها عن طريق مضخات لو البضاعه صب سايل، في سفن بيتم شحنها وتفريغها عن طريق كباشات وسيور لو البضاعه صب جاف، في الاوناش لو البضاعه محوله. فعلى حسب المركبه المستخدمه هحدد نوع البضاعه، هحدد زمن الرحله، هحدد طريقه شحن وتفريغ، هحدد نولون النقل، لان مش كل السفن نولون النقل فيها متشابه. نولون النقل في السفن الخطيه اعلى بكتير من السفن الجواله، نتيجه ان تكاليف السفن الخطيه مرتفعه، فتكاليف جزء كبير من مكونات النولون، فبالتالي ده بيأثر على ان النولون بيكون مرتفع، علاوه عن ان السفن دي بتكون ملتزمه بجدول ابحار ثابت والبضاعه بتاعتها بتكون بضاعه مرتفعه القيمه، فبالتالي ده بيأثر على النولون بالارتفاع. السمه الثالثه من سمات خدمه النقل وهي مالك المركبه او مالك السفينه، وفيها ان مالك السفينه من مصلحته ان يعمل على ابقاء السفينه في حاله تحرك مستمر، لان في حاله الحركه بيظهر الايراد والعائد، ومن الايراد والعائد بيقدر مالك السفينه يحقق الربح، والربح بيتحسب عباره عن الايراد الكلي ناقص التكاليف الكليه. لو الايراد زاد عن التكاليف وحقق فائض فده بيكون ربح، لو التكاليف زادت عن الايراد ده بيحقق خساره طبعا. فمن مصلحه مالك المركبه ان يعمل على ابقاء المركبه او السفينه في حاله تحرك مستمر، لان في حاله الحركه بيظهر الايراد والعائد، وفي حاله التوقف مفيش ايراد مفيش عائد، لكن بيكون في التكاليف الثابته. في التكاليف الثابته اللي مالك السفينه او مالك الشركه الملاحيه مضطر يدفعها كل شهر او كل مده زمنيه بغض النظر عن عدد الرحلات. من ضمن هذه التكاليف اقساط القرض، قسط التامينات، اجور العمال، كل دي تكاليف مطلوبه منه نهايه الشهر بغض النظر عن عدد الرحلات. فمن مصلحه مالك السفينه ان يعمل على ابقاء السفينه في حاله تحرك مستمر عشان النولون يضمن فيه الاستمرار. السمه الرابعه وهي عبارة عن تكاليف النقل، وتكاليف النقل بنتكلم فيها بشكل أساسي عن النولون، والنولون ده الثمن اللي بيتقاضاه الناقل نظير القيام بخدمة النقل أو أجرة النقل، وده اللي بيشكل له أو بيكون بشكل كبير إيرادات الناقل أو الإيراد الأساسي للناقل. السمة الخامسة والأخيرة إن النقل نشاط إنتاجي، والنقل نشاط إنتاجي لما بنطلق على أي نشاط نشاط إنتاجي، لأنه بيخلق ما يسمى بالقيمة المضافة. والقيمة المضافة عشان نعرفها او عشان نحدد ان السلعة خلال تحركها على سلسلة الامداد حققت قيمة مضافة، لازم نعرف حاجتين، لازم نعرف مقدار التكاليف اللي تكلفتها السلعة على كل مرحلة من مراحل سلسلة الامداد، ومقدار القيمة اللي اضيفت للسلعة على كل مرحلة من مراحل سلسلة الامداد. لو هنتكلم عن سلسلة الامداد، يعني زي ما احنا عارفين ان سلسلة الامداد دي بتتكلم عن دورة حياة المنتج من اول ما يكون مادة خام لحد ما يوصل للمستهلك النهائي. المنتج بيكون مادة خام، بعدين بيدخل تصنيع، بعد التصنيع بيروح للتوزيع،
بعد التوزيع بيروح لتاجر الجمله وتاجر التجزئه ثم المستهلك النهائي او الاند يوزر. الرابط بين كل الحلقات دي او بين كل المراحل دي هو النقل. فانا بقول ان من كل في كل مرحله من المراحل دي بيتم اضافه قيمه اقتصاديه موجبه للسلعه. يعني السلعه ثمنها وهي ماده خام غير ثمنها وهي مصنعه، غير ثمنها وهي عند تاجر الجمله، غير ثمنها وهي عند تاجر التجزئه، غير ثمنها خالص لما انت كمستهلك نهائي بتشتريها. مين اللي خلق او مين اللي زود القيمه الاقتصاديه او خلق قيمه اقتصاديه للسلع في المراحل دي؟ انتقالها من مكان لاخر، النقل. يبقى دول الخمس سمات اللي بيمكن معهم شراء خدمه النقل مثلما تشترى البضائع: الحركه، مالك المركبه، المركبه المستخدمه، نولون النقل، النقل نشاط انتاجي. هنتكلم بعد كده على تاثير النقل على جانب الطلب، ازاي النقل بيخلق الطلب او طلب المستهلكين او بيساهم في خلق الطلب على السلعه. هنتكلم فيه من خلال حاجتين رئيسيتين، حاجه اسمها المنفعه المكانيه وحاجه اسمها المنفعه الزمنيه. لما بنيجي نتكلم عن المنفعه المكانيه، لما بنيجي نعرف المنفعه المكانيه بنعرفها على انها القيمه الاقتصاديه المضافه اللي بتتحقق بنقل السلعه من المكان اللي قيمتها الاقتصاديه فيه بيكون منخفضه للمكان اللي قيمتها الاقتصاديه فيه مرتفعه. بمعنى ان هنفترض ان عندنا دولتين، دوله الف ودوله ب. دوله الف عندها فائض عرض من سلعه معينه. فائض عرض يعني اسعار منخفضه، السعر بينخفض لما الانتاج بيزيد بشكل كبير والمعروض من السلعه بيزيد، فسعر السلعه بينخفض. سعر السلعه بينخفض يعني لازم ابحث عن وسائل امنع بيها الانخفاض المستمر في سعر السلعه، انقلها لمكان تاني بسميه مكان فيه فائض طلب على السلعه او مكان السلعه مطلوبه فيه. فبنقل البضاعه او السلعه دي من الدوله الف للدوله ب، الدوله ب في عليها فائض طلب كبير على السلعه. فهنفترض ان سعر السلعه كان في الدوله الف 100 جنيه وسعره في الدوله ب نتيجه فائض الطلب عليه 160 جنيه بعد تكاليف النقل وبعد كل حاجه طبعا. يبقى في 60 جنيه الفرق بين ال 160 وال 100 دي بنسميها قيمه المنفعه المكانيه. فقسنا المنفعه المكانيه هنا او تمكنا من قياسها من خلال الفرق بين سعري السلعه في المنطقتين. يبقى بقيس من خلال الفرق بين سعري السلعه في المنطقتين بعرف قيمه المنفعه المكانيه قد ايه. لما بنيجي نتكلم عن المنفعه المكانيه برضو، المنفعه المكانيه ممكن تزود قيمه اقتصاديه لسلعه تم نقلها من مكان لاخر. سلعه لها قيمه اقتصاديه موجبه في مكان انتاجها ولما نقلتها زادت القيمه الاقتصاديه. والمنفعه المكانيه برضو ممكن تخلق قيمه اقتصاديه لسلعه ما كانش ليها قيمه موجبه في مكان انتاجها ولما نقلتها خلقت لها قيمه موجبه. مثلا لو هنتكلم عن الفحم، الفحم سلعه طبيعيه او سلعه عاديه. الفحم في المنجم له قيمه اقتصاديه موجبه، بس هل سعره في المنجم زي سعره في السوق؟ بالطبع لا، سعره في السوق مرتفع بشكل كبير. فالفحم في المنجم له قيمه اقتصاديه موجبه وعند نقله زادت القيمه الاقتصاديه. اللي ساهم في زياده القيمه الاقتصاديه للسلعه هو النقل. سلعه تانية زي الخبث او بنسميه براده الحديد او تراب الحديد. تراب الحديد ده نتيجه تشكيل الحديد في مصانع الحديد والصلب ما بيبقاش ليه قيمه اقتصاديه موجبه في مكان انتاجه، بالعكس ده بيكون ليه قيمه اقتصاديه سالبه لانه اخذ حيز من المصنع. حيز ده المفروض يكون فيه ماده خام، المفروض يكون فيه ماده داخله تتصنع يعني. فبنقله لاماكن الطلب عليه بيتخلق له قيمه اقتصاديه موجبه. يبقى النقل هنا زود قيمه اقتصاديه لسلعه لها قيمه من عن طريق نقلها من مكان لاخر وخلق قيمه اقتصاديه لسلعه ملهاش قيمه في مكان انتاجها لكن ليها قيمه في مكان الطلب عليها اللي هي الخبث. يبقى لما بنتكلم او بنختصر الموضوع في المنفعه المكانيه، يبقى هي القيمه الاقتصاديه المضافه اللي بتتحقق بنقل السلعه من المكان اللي قيمتها فيه منخفضه للمكان اللي ليها قيمه فيه، وبتقاس المنفعه المكانيه دي نقدا بالفرق بين سعري السلعه في المنطقتين. وهناك سلع لها قيمه اقتصاديه موجبه في مكان انتاجها وبنقلها بتزداد القيمه، وسلع ليس لها قيمه اقتصاديه موجبه بل بالعكس قد يكون لها قيمه اقتصاديه سالبه في مكان انتاجها وبنقلها بيتم خلق قيمه اقتصاديه جديده لها. دي المنفعه المكانيه. مين اللي ساهم فيها؟ النقل بشكل كبير جدا. لما بنتكلم عن الجزء الثاني او الشق الثاني من اثر النقل على خلق الطلب هي المنفعه الزمنيه. المنفعه الزمنيه هي اخده كتير من المنفعه المكانيه، فهي القيمه الاقتصاديه المضافه اللي بتتحقق بنقل السلع من المكان اللي قيمتها فيه منخفضه للمكان اللي ليها قيمه فيه. لكن لازم ازود لها عامل الزمن، ان بشرط ان تكون في الوقت المناسب او وقت الاحتياج اليها.
الفارق الاساسي بين المنفعه الزمنيه والمنفعه المكانيه ان في المنفعه الزمنيه انا بنقل البضاعه من الاماكن اللي فيها فائض عرض او فيها زياده في المعروض للاماكن اللي فيها فائض طلب او السلعه مطلوبه فيها، بس ما ببيعهاش في نفس الوقت، بنقلها واخزنها عشان اطلعها في الوقت المناسب او وقت الاحتياج او وقت الطلب عليها. زي سلع رمضان، ده اشهر مثال، ان المستورد بيفضل يستورد السلعه طول السنه عشان تطلع في موسم معين. دي منفعه زمنيه، ده اللي بنقصد بيه المنفعه الزمنيه. يبقى هي القيمه الاقتصاديه المضافه اللي بتتحقق بنقل السلعه من المكان اللي قيمتها فيه منخفضه للمكان اللي ليها قيمه فيه، بشرط ان تكون في الوقت المناسب او وقت الاحتياج اليه. وبالتالي نتطرق للعنصر الثاني، ان المنفعه الزمنيه بتخلق من خلال النقل والتخزين معا، وده بعكس المنفعه المكانيه. اللي بيخلق المنفعه المكانيه هو عامل النقل، ان انا بنقل وبيع في نفس الوقت، لكن في المنفعه الزمنيه انا بنقل وخزن علشان اطلع السلعه او اعرضها في وقت الطلب عليها او وقت زياده الطلب عليها. المنفعه الزمنيه ليها نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه. لما بنتكلم عن النواحي الايجابيه للمنفعه الزمنيه بنقصد بيها في حاله توقف المصانع عن الانتاج، يعني لو قطعه، لو مصنع اله رئيسيه فيه توقفت عن الانتاج نتيجه قطعه غيار محتاجينها، قطعه غيار دي قدامي حل من الاثنين، يا اما اجيبها بالطياره بكره يا اما تيجي بالسفينه بعد 15 او 20 يوم، والطياره اغلى بكتير طبعا. المنفعه الزمنيه بتقول ان استخدم الوسيله الاسرع بغض النظر عن سعرها، لان بتظهر القيمه الايجابيه للمنفعه الزمنيه في حاله الطوارئ او الكوارث في المصانع او بالاحرى في حاله توقف الانتاج. لكن القيمه السلبيه او المنفعه الزمنيه بيبقى ليها نواحي سلبيه او نواحي سلبيه، ودي بتظهر عند النقل بقصد اطاله مده النقل. طب هل ممكن حد ينقل بضاعه مخطط ليها ان هي توصل مثلا في 10 ايام ينقلها هو علشان يوصلها في 20 او في 30 يوم؟ هل ده ممكن؟ ممكن. ده بيحصل في الحالات اللي بيرغب فيها المنتج التخلص من البضاعه من مخازنه، والمستفيد او المستورد لا يرغب في استلام هذه البضاعه فورا. فايه اللي بيحصل؟ بيتم شحنها على سفينه بتكون معظمها سفن جواله، نولونها منخفض، سفينه تاخد مده كبيره في الوقت، بس ده بشرط ان تكون البضاعه غير قابله للتلف. ده بيحصل في البضاعه الغير قابله للتلف اللي مش هتتلف بطول مده النقل. فدي بنسميها نواحي سالبه. يبقى لو هنجمل الكلام عن المنفعه الزمنيه، يبقى هي القيمه الاقتصاديه المضافه اللي بتتحقق بنقل السلعه من المكان اللي قيمتها فيه منخفضه للمكان اللي ليها قيمه فيه، بشرط ان تكون في الوقت المناسب او وقت الاحتياج اليها. وبتقاس المنفعه الزمنيه نقدا، لا، المنفعه الزمنيه بتخلق عن طريق النقل والتخزين معا، وده بعكس المنفعه المكانيه. وفي نواحي ايجابيه ونواحي سلبيه للمنفعه الزمنيه. النواحي الايجابيه بتظهر في حاله الطوارئ او الكوارث في المصانع، فبختار وسيله النقل الاسرع الاغلى. لكن النواحي السالبه بتظهر عند النقل بقصد اطاله مده النقل، وده بيحصل لما بيكون المنتج عاوز يتخلص من البضاعه والمستفيد او المستورد لا يريد استلام هذه البضاعه فورا. في جزئيه هنا برضو، ان جزئيه المخزون. المخزون بالنسبه للمصنع قد يكون في بعض الاحيان عبء على المصنع او على الشركه، ان المخزون ده عباره عن راس، يعني اموال متجمده. المفروض الاموال دي تكون ماده خام تدخل تتصنع تتوزع. فرغبه المنتج في انه يتخلص من المخزون دي حاجه كويسه، ان يبقى عندك مخزون قليل وعجله الانتاج بتدور بشكل كبير، دي حاجه كويسه. فدي بتخلق عند المنتج الرغبه انه يتخلص من المخزون بشكل كبير. يبقى كده اتكلمنا على تاثير النقل على جانب الطلب من خلال المنفعه المكانيه والمنفعه الزمنيه، وعرفنا دور النقل الكبير في خلق المنفعه المكانيه والمنفعه الزمنيه. هننتقل لجزئيه ثانيه دلوقتي، وهي عباره عن اشكال التخصص في الانتاج مع تبادل المنتجات. لما بنقصد او بنتكلم عن اشكال التخصص، لما الدوله بتيجي تتخصص في انتاج سلعه او خدمه، ايه الشكل او ايه شكل التخصص، ايه سبب التخصص ده؟ لما بنتكلم عن اشكال التخصص دي احنا بنتكلم عن شكلين رئيسيين، حاجه اسمها تخصص جغرافي وحاجه اسمها تخصص كفاءه. التخصص الجغرافي ده بيحدث نتيجه عوامل طبيعيه ليس للانسان اي تدخل فيها. التخصص الجغرافي ده بيحدث نتيجه توافر عوامل طبيعيه ليس للانسان اي تدخل فيها. يعني مثلا في مصر نتيجه ان مناخ مصر كده فهي متخصصه في القطن طويل التيله، ده ملناش دخل فيه، بنسميه تخصص جغرافي. تخصص الكفاءة ده بيحدث في الحالات اللي بيستطيع فيها المجتمع أو دولة معينة استخدام عناصر الإنتاج المتاحة بكفاءة أعلى من أي مجتمع آخر. ده بقى دولة تانية ما عندهاش موارد طبيعية، ما عندهاش ثروات طبيعية،
لكن متخصصه في انتاج سلعه معينه بتتخصص ده نتيجه انها قادره تستغل عناصر الانتاج المتاحه بكفاءه اعلى من اي دوله تانية. طب ايه هي عناصر الانتاج؟ العناصر الانتاج دي العناصر اللازمه لاتمام العمليه الانتاجيه. العمليه الانتاجيه في اي مجتمع لازم تتم بوجود اربع عناصر رئيسيه، هي العمل والارض والتنظيم وراس المال، واللي بيتولد عنهم عوائد بنسميها الدخل. يعني العامل بياخد اجر، المنظم بياخد ربح، راس المال نتيجه توظيفه بياخد الفايده، العامل بياخد اجر والمنظم بياخد ربح، راس المال بياخد فايده، والارض بتاخد العائد بتاعها بنسميه الريع او الايجار. فنتيجه لو المجتمع تمكن من انه يستغل عناصر الانتاج دي بكفاءه، العناصر دي موجوده في كل مجتمع، لكن في مجتمع بيستغلها بكفاءه ومجتمع تاني ما بيقدرش يستغلها بكفاءه. فالمجتمع اللي هيستغلها بكفاءه هيقدر يتخصص في انتاج السلعه من وفقا لعامل الكفاءه وليس جغرافيا. يبقى اشكال التخصص شكلين، هو تخصص الجغرافي وتخصص الكفاءه. الجغرافي ده بيحدث نتيجه توافر عوامل طبيعيه ليس للانسان اي تدخل فيها. تخصص الكفاءه بيحدث نتيجه تمكن الدوله او المجتمع من استغلال عناصر الانتاج المتاحه، عمل وارض وتنظيم وراس مال، بكفاءه اعلى من اي مجتمع اخر. طب الدوله تخصصت في انتاج سلعه اما جغرافيا او نتيجه الكفاءه. طب ايه المزايا اللي بتنتج عن التخصص؟ اول ميزه من المزايا اللي بتنتج عن التخصص هي اكتساب الخبره في الانتاج، اكتساب الخبره والتميز في الانتاج. ان الدوله بيبقى عندها خبره وتميز في انتاج سلعه وخدمه، يعني مفيش حد كتير بيقدر ينتجها زيها، متخصصه فيها. الميزه الثانيه اقتصاديات الحجم، ودي حاجه مهمه جدا. اقتصاديات الحجم معناها ان الدوله تتمكن من انتاج السلعه بكميات كبيره، وبالتالي بيتم توزيع التكاليف او تكلفه انتاج السلعه على عدد كبير جدا من الوحدات، فبيقل نصيب الوحده المنتجه من اجمالي التكاليف، ودي بنسميها التكلفه المتوسطه اللي هي اجمالي التكاليف على عدد الوحدات المنتجه. ده بنسميه اقتصاديات النطاق او اقتصاديات الحجم او الايكونومز اوف سكيل. يبقى الميزه الثانيه هي اقتصاديات الحجم، ان الدوله هتتمكن من انتاج السلعه بكميات كبيره، فبالتالي بيتم توزيع التكاليف الكليه على عدد كبير جدا من الوحدات المنتجه، فبيقل نصيب الوحده المنتجه من اجمالي التكاليف. الميزه الثالثه الناتجه عن التخصص في التجاره هي مواكبه التطور التكنولوجي او المستحدثات التكنولوجيه. ليه الميزه دي ميزه من مزايا التخصص عن التجاره؟ لان الدوله لو ما واكبتش التطور التكنولوجي بتضطر الميزه دي او الميزه اللي اتخصصت فيها بتضيع. لازم الدولة تبقى ابديتد بالتكنولوجيا وبتطور التكنولوجيا من وقت للتاني علشان تحافظ على الميزة بتاعتها وعشان ما تفقدهاش في السوق، والميزة دي بنسميها الميزة التنافسية بتاعتها. يبقى مزايا التخصص في التجارة، الدولة بتكتسب خبرة، دولة بتتمكن من انتاج السلع بكميات كبيرة وبالتالي بنسميها اقتصاديات النطاق او اقتصاديات الحجم. الدولة لازم تواكب التطور التكنولوجي في الانتاج. هننتقل لجزئية تانية دلوقتي وهي عبارة عن الصفات الرئيسية للنقل البحري الحديث. النقل البحري، الصفات او السمات الرئيسيه للنقل البحري الحديث. لما بنتكلم عن النقل البحري الحديث، اول حاجه ان النقل البحري عباره عن صناعه دوليه. هو صناعه دوليه لان البحار والمحيطات الموجوده هي بتربط الدول ببعضها البعض وليس الدوله باطرافها، فبالتالي النقل البحري هو بيربط الدول بعضها البعض، فهو صناعه دوليه. السمه او الصفه الرئيسيه الثانيه ان النقل البحري خادم للتجاره، والنقل البحري خادم للتجاره لان الطلب على النقل البحري هو طلب مشتق على النقل البحري وليس طلب نهائي. طلب مشتق ان ما بطلبش الخدمه لذاتها، انا بطلب الخدمه نتيجه طلبي على حاجه ثانيه. انا ما بروح اطلب السفينه انا كشاحن او من ينوب عني، انا بطلب السفينه عشان عاوز انقل البضاعه، فطلبي على السفينه او على النقل البحري هو طلب مشتق من الطلب على التجاره او على البضاعه المراد نقلها. فبنسمي في الحالات دي النقل البحري هو خادم للتجارة، النقل البحري موجود عشان ينقل البضاعة. النقل البحري صناعة كثيفة رأس المال قليلة الأيدي العاملة، ودي من السمات الرئيسية للنقل البحري الحديث. وكان زمان السمة دي العكس، يعني كانت زمان النقل البحري صناعة كثيفة الأيدي العاملة قليلة رأس المال، لكن دلوقتي مع التطور التكنولوجي وزيادة درجة الميكنة في السفن، ان السفينه بقت تطلع بعدد قليل جدا من الطقم نتيجه زياده درجه التطور التكنولوجي في بناء وتصميم السفن. فبالتالي نقل البحر الحديث هو عباره عن صناعه كثيفه راس المال قليله الايدي العامله. النقل البحري عباره عن مجموعه انشطه مركبه ومعقده، وده لان الدارج عند معظم الناس ان النقل البحري عباره عن شاحن او من ينوب عنه او الطرف اللي مالك البضاعه وناقل،
او من ينوب عنه او الطرف المالك السفينه. ده تماما مش مظبوط. النقل البحري عباره عن شاحنين، عباره عن ناقلين، عباره عن بنوك، عباره عن شركات تامين، شركات شحن وتفريغ، مقاولي نقل، شركات تداول بضائع، اتحادات شاحنين، عباره عن مجموعه كبيره جدا من الهيئات والجهات اللي بتتعامل في عمليه النقل بدايه من خروج السلعه حتى وصولها لمقصدها النهائي. فبالتالي النقل البحري مش عباره عن شحن وناقل بس، النقل البحري عباره عن مجموعه انشطه مركبه ومعقده بتنتج عن تدخل اكتر من جهه في عمليه النقل نفسها. السمه الخامسه والاخيره للنقل البحري الحديث ان النقل البحري عباره عن حلقه في سلسله النقل من الباب للباب. وزي ما قلنا من شويه ان النقل من الباب للباب ده النقل اللي بيشتمل على اكتر من وسيله نقل، ان الناقل بيجي ياخد البضاعه او من ينوب عنه بيجي ياخد البضاعه من الشاحن بعربيات، بعدين تاخد مركب، بعد المركب ممكن تاخد خطوط سكك حديديه، ممكن تاخد عربيات تانية لحد ما توصل للمقصد النهائي. فبالتالي النقل البحري هو حلقه في سلسله النقل من الباب للباب حتى وصول السلعه لمقصدها النهائي. ودول الخمس سمات الرئيسيه او الصفات الرئيسيه للنقل البحري الحديث. فهو صناعه دوليه، هو خادم للتجاره، هو صناعه كثيفه راس المال قليله الايدي العامله، هو مجموعه انشطه مركبه ومعقده، هو حلقه في سلسله النقل من الباب للباب. لما بنتكلم دلوقتي عن التحديات اللي واجهت الاقتصاد العالمي في سنه 2008 واثرت بالسلب على صناعه النقل البحري، هنلاقيهم اربع تحديات رئيسيه واجهوا الاقتصاد العالمي في 2008 واثروا بالسلب على صناعه النقل البحري. اول حاجه حصلت في سنه 2008 ان ارتفعت اسعار الوقود والبترول والمواد المولده للطاقه، وده ساهم في 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 مجموعه من العوامل، ان البترول والوقود ده مكون من مكونات النولون، فبالتالي لما يرتفع سعر البترول بشكل كبير ارتفع النولون بشكل كبير فقل الطلب على النقل البحري. وبرده ارتفاع الوقود قد ان الوقود والبترول ده مدخل من مدخلات الانتاج نفسها، انتاج السلعه نفسها، فساهم في رفع سعر السلعه فقل الطلب عليها فقلت البضائع المنقوله. يبقى اول تحدي حصل في سنه 2008 ان في سنه 2008 ارتفعت اسعار البترول والمواد المولده للطاقه. الازمه الثانيه اللي حصلت في سنه 2008 هي ازمه الماليه العالميه او ازمه الرهن العقاري في الولايات المتحده الامريكيه. والازمه دي اللي حصلت نتيجه توسع في القروض الرهن العقاري، وادت لاشهار العديد من المؤسسات الماليه لافلاسها، والازمه دي انتقلت لمعظم دول العالم نتيجه ان معظم دول العالم بتتعامل بالدولار. فلما حصلت الازمه وحصل تاثر لسعر الدولار معظم دول العالم اتاثرت، وبالتالي معظم حركه الاقتصاد العالمي تاثرت او حركه نقل بضائع في معظم انحاء العالم اتاثرت. الأزمة الثالثة هي التحديات البيئية، إن في عام 2008 حصل كتير حاجات كتير من مظاهر التغير المناخي اللي أثرت بالسلب على انخفاض المساحة المزروعة اللي أدت لأزمة غذاء عالمي، لأن المساحة المزروعة قلت بشكل كبير أثرت بالسلب أو أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمي. يبقى التحديات اللي واجهت الاقتصاد العالمي في 2008 وأثرت بالسلب على النقل البحري أو أثرت بالسلب على حجم البضاعة المنقولة بحراً هي ارتفاع اسعار البترول، ازمه الرهن العقاري، والازمه الماليه العالميه اللي حصلت في الولايات المتحده الامريكيه، تزايد ازمه الغذاء العالمي اللي نتجت او كان من احد مدخلاتها ازمه التغير المناخي والتغيرات المناخيه اللي حصلت في العام نفسه. المفهوم اللي بعد كده هو مفهوم المنافسه القاتله في النقل. احنا عارفين منافسه اشكال المنافسه، وعرفنا في حاجه اسمها منافسه كامله، لكن ايه هو المنافسه القاتله في النقل؟ المنافسة القاتلة في النقل دي بتحصل لما بيتدخل الناقل صاحب أعلى سيولة ممكنة في السوق، ناقل معاه سيولة، عنده سيولة. بيدخل عشان يعرض خدمة النقل بالتكاليف المتغيرة فقط. إحنا عارفين طبعًا إن مكونات أي تكلفة هي جزء ثابت وجزء متغير. التكاليف المتغيرة هي بتتغير مع تغير عدد الرحلات، التكاليف الثابتة هي ثابتة مع ثبات عدد الرحلات، مكونات الاتنين بيكون لي النولون. فلو فرضنا مثلا ان التكلفه الثابته للناقل او التكلفه المتغيره للناقل 90 جنيه والتكلفه الثابته 10 جنيه، يبقى الناقل لازم يعرض الطن لكل ميل برقم يزيد عن ال 100 جنيه عشان يحقق هامش ربح معقول. هنلاقي ان الناقل ده بيتدخل في السوق عشان يعرض خدمه النقل ب 90 جنيه، يعني قدام كل طن منقول هو بيخسر 10 جنيه. ايه السبب في كده؟ انه يستحوذ على السوق ويطرد باقي الناقلين من السوق، ويحول السوق من سوق منافسه كامله لسوق احتكاري، ومن ثم التحكم في السعر. يعني
يعني هو لما يدخل ويعرض النولون بسعر اقل او بسعر يغطي التكلفه المتغيره، يعني بيخسر قدام كل طن منقول. مفيش ناقلين كتير في السوق هيقدروا يجاروا الناقل ده، يعني مفيش حد هيقدر يخسر لمده زمنيه طويله، واللي هيقدر ده يعني مش هيكمل للاخر، فهيستحوذ على السوق في الاخر وهيبقى هو لوحده في السوق، ويقدر بعد كده يتحكم في السعر، لان السوق تحول لسوق احتكار مطلق او احتكار تام. وده بيستدعي تدخل الدولة لتنظيم الـ 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 الشكل ده من الأشكال الاحتكار، والدولة لازم تتدخل هنا كريجيليتور أو منظم للسوق. هي ما بتتدخلش إنها تحدد سعر السلعة أو سعر النولون، هي بتتدخل علشان تمنع مظاهر الاحتكار أو تضمن المنافسة بين الخطوط الملاحية. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الجزء الأول من مادة اقتصاديات النقل البحري. تعرفنا يعني ايه على خدمة النقل، يعني ايه خدمة النقل البحري، ايه أهم سماتها، ايه الصفات الرئيسية للنقل البحري، امتى بتظهر المنافسة القاتلة في النقل. وإن شاء الله على أمل اللقاء في الجزء الثاني من المقرر، وعبارة عن الإيرادات والتكاليف والأداء المالي. شكرا جزيلا لحضراتكم.